وعند الإمام أحمد تصح. المهم لا لم يخرج من الدين، لكن عندنا ساحر إذا صلى منفردا فصلاته باطلة من باب أولى إمامة الساحر، مفهوم؟ نعم. من صلى من يطوف حول القبور، نعم، مثلا منفردا صلاته باطلة، إذن إمامته باطلة. نعم. وعند الإمام أحمد تصح خلف كل بر وفاجر صلاة الجمعة والعيد إذا تعذر فعلهما خلف غيره، وأما سائر الصلوات فلا تصح خلف الفاسق على المذهب لقوله عليه السلام اجعلوا أئمتكم خياركم. نعم، هذا من باب التفضيل. أما على القاعدة ذكرنا كل من صحت صلاته صحت إمامته ما لم يمنع مانع. نعم. وقوله ولا يؤم فاجر مؤمنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما احتجاج المعارض بقوله تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر فهذا حديث لم يثبت. نعم. وقد بسط العلماء الكلام على هذه المسألة في باب الإمامة من كتب الفقه. نعم، كالشرح الممتع للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فليراجع. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. وقد تقدم أننا لا نحكم على إنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهده الله سبحانه وتعالى. وبالأمس ذكرنا لكم أن مثلا الآن على وجه العموم الصحابة كل الصحابة رضوان الله عليهم في الجنة وكلا وعد الله الحسنى، لكن لا نستطيع أن نحكم على صحابي بعينه أنه في الجنة إلا بدليل من الكتاب أو السنة. نعم، لأنه كان هناك من هو من المنافقين وهذا لا نعلمه. نعم، كما أن كل موحد في الجنة. نعم. قال رحمه الله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. نعم. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، يعني نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. نعم. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني السيف هنا الخروج أو السيف هنا القتل. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. نعم. ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إذن الطاعة في المعروف وهذا هو الواجب، طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله. نعم. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم، سموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وسموا أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفرقوا، اجتمعوا على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. نعم. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وقد تقدم معنا أن المؤمن يحب حب كامل في الله والكافر يبغض بغض كامل في الله، والفاسق يحب بما فيه من إيمان ويبغض بما فيه من فسق ومعصية ولا يجالس حال ارتكاب للمعصية. قال العلامة ابن مانع رحمه الله وهذا فيه سلامة دين الإنسان، فينبغي له في مسائل الخلاف أن يأخذ بقول جمهور العلماء لأن ما خالف قول الجمهور شاذ لا يعول عليه ما لم يكن في ذلك دليل نص من الكتاب أو السنة، فالأخذ به واجب وهذا بالإجماع كما حكاه الإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام الطحاوي ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح. نعم. على الخفين. نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، يعني مثلا واحد يسأل الشيخ يقول ما حكم مثلا ما الراجح في أكل لحم الجزور، ناقض الوضوء أو لا؟ قال أنا اشتبهت علي الأدلة وما ترجح لدي دليل، فأقول الله أعلم. نعم. قال رحمه الله ونرى المسح على الخفين ونرى المسح أعلم. نرى المسح على الخفين أن هذه يعني خطأ بعض النساخ، المسح على الخفين في كتب الفقهاء ما الذي أتى به الآن هنا في كتب العقائد؟ صحيح؟ نعم. فالله أعلم، نقول لعله خطأ من بعض النساخ. نعم. بعدها ماذا قال؟ ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم، هذا فقه ليس بعقيدة. نعم. كيف هذا فقه؟ لماذا يذكر هذه المسألة؟ لأن هناك
أشياء أصبحت شعار لأهل السنة والجماعة، منها المسح الخفين، وخالفوا في هذا بعض الفرق الضالة. فعندما أصبحت هذه المسألة شعار لأهل السنة وضعت هنا في كتب المعتقد المسح الخفين. نعم، سيأتي أيضا مثلا ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويأمرون بمحاسن الأخلاق. ما علاقة الأخلاق بالعقيدة؟ لأن العقيدة لابد تظهر على سلوك العبد، مفهوم؟ أي نعم. إذن هناك أشياء أصبحت شعار لأهل السنة والجماعة، مجرد ما تراه تعرف أنه من أهل السنة والجماعة، من هذا المسح الخفين، لأن الرافضة خالفوا السنة في هذا العضو في الرجلين في ثلاثة أمور. الأول، أهل السنة يمسحون وهم لا يمسحون على الخفين والجوربين. الثاني، أهل السنة إذا كان العضو هذا مغطى يمسح، مكشوف يغسل، هم لا يمسحوا ولا يغسلوا. إذا كان مكشوف يمسح ولا يغسلوا الرجلين، تمام. الثالث، عندنا غسل هذا العضو، غسل العضو مع الكعبين، هم لا يغسلوا الكعبين، يمسحوا دون مسح الكعبين، مفهوم؟ إذا خالفوا في ثلاثة أمور. ولهذا ذكر المسح الخفين. المسح الخفين ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. المسح على الخفين ثابت بالكتاب، أين؟ وأرجلكم، وأرجلكم على قراءة، وثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. قال قوله ونرى المسح على الخفين إلى آخره. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: أي لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا من رواية 70 صحابيا كما حكاه الحسن. نعم. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعد السيوطي أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، حيث نعم. قال في ألفية الحديث: 75 رووا من كذب، ومنهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. نعم. ولا ينكر المسح على الخفين إلا أهل البدع كالروافض الذين لا يتقيدون بالسنة الثابتة بل يردونها بآرائهم الكاسدة الفاسدة. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلها شيء ولا ينقضها. والله أعلم، هذا أيضا من كتب الفقه، الحج والجهاد، الحج في كتاب الحج والجهاد في كتاب الجهاد. أراد أن يرد على من يقول أن الحج والجهاد لا يمكن أن يكون إلا خلف إمام معصوم، ويصح من لم لا يوجد دليل في كتاب والسنة أن الحج لا يصح إلا بهذا، ولا يمكن أن نشترط أشياء ونلزم الناس بأشياء لم ترد في كتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نعم. وأتقدم معنا عندنا كتابة قلنا في اللوح المحفوظ، وكتابة في كل حول، وكتابة عند خلق الجنين، وكتابة أسبوعية، وكتابة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. لم يقل عزرائيل، فهو ملك الموت عندنا. أما إثبات هذا الاسم أو نفي هذا الاسم عن ملك الموت عزرائيل لا نثبت ولا ننفي، لأنه لم يرد في كتاب ولا سنة إثبات هذا الاسم ولا نفي هذا الاسم، مفهوم؟ ونقول الله أعلم. نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. نعم. على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. واحدة واحدة. ونؤمن بالبعث، البعث والنشور،
وجزاء الأعمال يوم القيامة. نعم، الجزاء على الأعمال، الحساب. والعرض والحساب. نعم. وقراءة الكتاب. وقراءة الكتب. نعم. والثواب وأخذ الكتب. آخذ كتابه بيمينه، نسأل الله من فضله. آمين. وآخذ كتاب بشماله أو من وراء ظهره. إما الأقسام ثلاثة أو قسمين. نعم. ثلاثة واضح. إلى قسمين بيمينه واضح. وبشماله، ثم نسأل الله يأخذ كتاب بشماله، ثم تنزع وتكسر وتجعل من خلف ظهره. صارت الأقسام على قسمين أو ثلاثة أقسام. نعم. والثواب والعقاب. الثواب والعقاب. نعم. والصراط. الصراط المنصوب على متن جهنم بين أرض المحشر والقنطرة التي قبل الجنة. نعم. وما ورد فيه. نعم. والميزان. الميزان هو ميزان حقيقي توزن به الأعمال أو العامل أو الصحف. نعم، توزن به الأعمال، هذا واضح، والله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الأعمال جرب توزن، وهو ميزان حقيقي خلاف المعتزلة ينكرون الميزان، يقول الميزان العدل، نقول لا، وصف الميزان بأوصاف غير العدل، منها قال له كفتان. نعم. وعلى رواية أو على قول عند بعض السلف أن له لسان. طيب، ميزان حقيقي توزن به الأعمال، وهذا الأصل، وقد يوزن العامل كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود، وقد توزن فيه الصحف كما في حديث البطاقة. نعم. قال رحمه الله: والجنة. الموازين عندنا الجمع، ورد الجمع ورد الإفراد في الميزان، فالإفراد واضح أنه ميزان واحد، والموازين جمع، إما أن الميزان جمع باعتبار ما يوزن فيه، أو لكل أمة ميزان. نعم، والله أعلم إن صح الحديث. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم، واضح. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، تتعاطى الأسباب وتحسن الظن في الله وتعمل. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا إلى آخره. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان، لأن أدلة الكتاب والسنة الدالة على ذلك، لأن أدلة الكتاب والسنة الدالة على ذلك، وقصة آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها معلومة عند كل من قرأ القرآن الكريم أو سمعه. ويرحم الله ابن القيم حيث قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وقد وردت الأحاديث الكثيرة الدالة على وجود الجنة والنار. نعم، كما في حديثه نؤمن بوجودها، أنها موجودة، وبما أعد الله سبحانه وتعالى المتقين فيها، وبأسمائها الجنة، دار الخلد، وغير هذا، وكذلك نسأل العافية والسلامة في النار. نعم، نؤمن بوجودها، هنا أعدت وهنا قال أعدت، وبمكان وجود النار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وأن العذاب حقيقي، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، على أهل النار. آمين. وقد وردت الأحاديث الكثيرة الدالة على وجود الجنة والنار، كما في حديث صلاة الكسوف الذي صرح به النبي عليه السلام في رؤية الجنة والنار. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، لقوله تعالى: أكلها دائم وظلها، وقوله تعالى: عطاء غير مجذوذ، وغير ذلك من الأدلة. وأما النار فكذلك عند جمهور السلف، لا تفنى ولا تبيد ولا يخرج منها أحد من أهلها. نعم. كما قال تعالى: وما هم بخارجين من النار، بل أهل الجنة وأهل النار خالدون فيها، كما جاء في الحديث الصحيح: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وقد نقل عن بعض العلماء السالفين
القول بفناء النار، ونسب ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه لم يثبت عنه. وكذلك تلميذه ابن القيم بسط القول في هذه المسألة في كتابه شفاء العليل وحاد الأرواح، ولكنه لم يجزم بفناء النار، بل قال بعد أن ذكر أكثر من 20 دليلا على ذلك: إن قيل إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة العظيمة؟ قيل إلى قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. ولكنه صرح في كتاب الوابل الصيب أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن النار التي تفنى نار عصاة الموحدين. نعم، تنبيه مفهوم. إذن العلماء رحمه الله تعالى يذكر عن ابن القيم هذا، أن هذا آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الجنة والنار لا تفنيان، والتي تفنى النار التي تكون للموحدين، يعني ما يخلدون فيها خلود أبدي، وهذا واضح تقدم. نعم، تنبيه. أورد ابن القيم في شفاء العليل وحاد الأرواح قوله تعالى: وما هم منها بمخرجين. وما هم منها بمخرجين في حق أهل النار، والصواب أنها قيلت في أهل الجنة فليحفظ. ثم أعلم أن مقصد أهل السنة والجماعة من ذكر خلق الجنة والنار وعدم فنائها الرد على الجهم وأتباعه المخالفين لنصوص الكتاب والسنة بآرائهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة. وقد تصدى ابن القيم وغيره من أهل السنة لحكاية أقوالهم والرد عليها ونصر السنة والذب عنها. والجهم إنما سلك هذا المذهب الوخيم طردا للدليل عنده، وهو الدليل المسمى بدليل الأكوان، إذ مبناه على قطع التسلسل، وهو منع حوادث لا أول لها، فكذلك يمتنع يعني لكل حادث لا بد أن يكون هناك حادث قبله، حتى يعني أوجب هذا عندهم التسلسل. نعم، إذ مبناه على قطع التسلسل، وهو لا علاقة لنا بهذا الكلام، لأن هذا عقلي، وإحنا ذكرنا أن أهل السنة يقدمون الدليل النقلي على العقلي. نعم، والعقل الصحيح السليم الباقي على الفطرة لابد يوافق النقل، نعم، ولا يخالف. فإن وجدنا عقلا يخالف النقل فهذا دليل قطعا على فساد العقل. نعم، إذ مبناه على قطع التسلسل، وهو منع حوادث لا أول لها، فكذلك يمتنع حوادث لا آخر لها. والرد عليه مبسوط في النونية، وقد حكى ابن القيم قول الجهم في فناء الجنة والنار، ورد عليه في أبيات منها: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان. نعم، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد. نعم، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق أو بأكثر مما نطيق؟ بأقل مما نطيق. نعم، كلفنا الله سبحانه بأقل مما نطيق، ومع هذا جاء التخفيف. الآن نصلي 5 صلوات ونستطيع أكثر، نصوم شهر واحد ونستطيع أكثر. نعم، إذن كلفنا الله بأقل مما نطيق سبحانه وتعالى، ومع هذا جاء التخفيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا قدر على الأمر كاملا لابد أن أتي به كاملا. نعم، يستطيع أن يصلي صلاة الفريضة قائمة، لابد من القيام. لا يستطيع عليه بالكلية يسقط عنه بالكلية، لا يستطيع القيام يصلي جالسا، يستطيع على البعض، دون البعض ننظر في العبادة. تتجزأ جزأنا، لا تتجزأ سقطت عنه. تتجزأ كالصلاة، يستطيع يصلي مثلا الركعة الأولى قائمة والثانية لا يستطيع، نقول صلي الأولى ولابد قائما والثانية جالسا. يستطيع أن يصوم 3 ساعات من الفجر إلى الظهر مثلا، ولا يستطيع الصيام إلى غروب الشمس، نقول لهذا سقط عنك الصيام، لأن الصيام لا يتجزأ. نعم،
قال رحمه الله: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. نعم، وقلنا يكرر هذا كثيرا، وقد تقدم معنا الإيمان بالقضاء والقدر علم وكتابة ومشيئة وخلق. نعم. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. وقلنا الصحيح أنه كلفنا الله سبحانه وتعالى بأقل مما نطيق، ومع هذا جاء التخفيف وجاءت الرخص. نعم. قال العلامة ابن باز رحمه الله: هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه. نعم. ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم، ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا، والله ولي التوفيق. نعم، ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو يعني كلام ابن سعدي رحمه الله الجميع، يقول: إذا وجدنا فتوى معسرة وفتوى ميسرة نرجح في الغالب الفتوى الميسرة، لأنه هذا أصل الدين، يسر. ما لم نتتبع الرخص، مفهوم؟ نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، أي لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. والشارح رد على المصنف ذلك بأن التكليف لا يستعمل بمعنى الأقدار بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي. ثم قال: ولا يصح ذلك، يعني قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، بل يطيقون فوق ما كلفهم به. قلت: لأنه في إمكان الإنسان أن يصلي أكثر من الخمس، ويصوم أكثر من الشهر، ويحج أكثر من حجة، ولكنه سبحانه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. إذا هذا الدين يسر. نعم. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق والصواب. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها. ذكرنا أن العبد مشيئة وإرادة، لكن تحت مشيئة الله النافذة. نعم. وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قال العلماء: لماذا؟ لأن البعض يقول: طيب لماذا قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الشرك وهو لا يحبه؟ لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم.